للحديث أكثر حول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان دكتور أشرف بني محمد، خبير التقنية والمعلومات في الجامعة الأردنية. دكتور أشرف أهلا بك معنا. بداية دكتور، يعني في حديثنا عن هذا الموضوع، هل حياتنا الشخصية باتت صفحة مفتوحة على مواقع التواصل الاجتماعي؟ طبعا، يعني بكل بساطة كمية المعلومات التي نشاركها، كمية المعلومات الموجودة عن أي شخص فينا موجود أونلاين أو في المجتمعات الافتراضية أيضا تتكلم كثيرا عنا، من تفصيلات بسيطة، من أين نذهب، عمرنا، ماذا نفضل، ماذا نكره، كله موجود أونلاين. طيب دكتور، يعني فضائح تسريب معلومات كثيرة مؤخرا، هل أنهت وسائل التواصل الاجتماعي زمن الخصوصية؟ لا أعتقد ذلك، أعتقد أنه جزء من الخصوصية أيضا يعتمد على المستخدمين، كيف نتحكم بالخصوصية، كيف نتحكم بما نشاركه سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو مواقع أخرى، يعني مثل مواقع البحث وجوجل تحديدا. الارتباط الكبير بين التطبيقات وبين وسائل التواصل الاجتماعي وبالإضافة إلى محركات البحث وفر عنا معلومات هائلة. إذا بنحكي عن جوجل، يوجد لديها أكثر من 2 مليار مستخدم فقط على أنظمة الأندرويد، في اليوم بيصير عنا 40 ألف بحث في الثانية، ويعتمد بجزء كبير، أكثر من 70% من عائداته التي تتجاوز 69 مليار على الإعلانات، فيهم معرفة كل تفصيلات حياتنا بحيث يتم تخصيص هذه الإعلانات على للأفراد. فيسبوك لا يختلف كثيرا، في أكثر، وفيسبوك بالعكس أعتقد أن فيسبوك اعتماده أكبر على هذه المعلومات وما نشاركه وخصوصيتنا، لأنه أكثر من 90% من عائداته التي وصلت إلى 90 مليار تعتمد على الإعلانات. طيب دكتور، أفضل ما هي أفضل السبل للحفاظ على سرية معلوماتنا الشخصية؟ أعتقد بالدرجة الأولى هو الآن أن نذهب إلى الإعدادات، في مثلا في جوجل يجب ان نطلع على، انا اتوقع اذا المستخدمين كانوا على سيطره في فقط في جزء ما هي ماي اكتيفيتيز وماذا يشاركونه، اعتقد انه جزء كبير منه يعتمد على المستخدمين. اذا استطعنا ان نسيطر على جزء من ما نشاركه من تطبيقات الطرف الثالث اللي موجوده على فيسبوك او على جوجل، جميع اعتقد جزء كبير يعتمد على المستخدم. نعم دكتور أشرف بني محمد، خبير التقنية والمعلومات في الجامعة الأردنية، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لمشاركتك.